نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء. ويضرب الله الأمثال للناس. في بيوتنا أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها. يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا.
ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده والله سريع الحساب صدق الله العظيم صدق الله العظيم. استمعتم سيدتي سادتي لآية بينة من الذكر الحكيم تلاها المقرئ علي أسباعي وبعد